أوضحت وزارة التعليم العالي بأن خدماتها الإلكترونية تشكل ما نسبته 79.17%، وتؤكد خطتها لاستكمال بقية الخدمات لتصل 100% نهاية العام الحالي. أصدر وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور علي بن سعود السنادي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تنظيم وتطوير الصناعة، وتختص اللجنة بدراسة المشكلات التي تواجه المشروعات الصناعية وإيجاد حلول لها وبحث سبل تصدير المنتجات الصناعية. قضت محكمة جنايات مصرية اليوم بالسجن المؤبد ل 69 متشدداً أدينوا بارتكاب أعمال عنف وحرق كنيسة في منطقة كرداسة بغرب القاهرة في 2013. حجبت السلطات البوروندية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك تطبيقات فيسبوك وواتساب وتويتر مع تواصل المظاهرات ضد ترشح الرئيس بايرن كورونيزيزا لفترة رئاسية ثالثة بدعوى أن المتظاهرين يستخدمونها في تنظيم الاحتجاجات. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تلقيه موافقة رسمية من نظيره الإيراني بخصوص إقامة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في إيران.